تستمر فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت شعار الرياض تقرأ في حرم جامعة الملك سعود، ويقام المعرض حتى 5 أكتوبر المقبل. هذا ويشارك في المعرض أكثر من 2000 دار نشر من أكثر من 30 دولة بأكثر من 800 جناح، إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية. الناشرين المصريين من أهم العناصر صناعة النشر في العالم العربي بشكل كبير، ولا يخلو معرض من الناشرين المصريين وتواجدهم بشكل فاعل. ومعرض الرياض ليس بغريب عن هذا الموضوع. أيضا المشاركة المصرية مشاركة نوعية في هذا المعرض وفي باقي المعارض السعودية، ونعتمد بشكل كبير على خلق التنوع من خلال المحتوى اللي تقدمه دور النشر المصرية. بطبيعة الحال هناك من الجمهور من يقصد بعض الدور المصرية الشهيرة المتواجدة لله الحمد في هذا المعرض بآخر إصداراتها، ونتمنى أن عملنا ما نستطيع مع الناشرين لتسهيل تجربتهم، أيضا مع الزوار أنهم يحصلوا على آخر مقتنياتهم من إصدارات من الدور النشر اللي يحبونها.